عليكم وليدي. انا ما نسلم هاد البكريه. انا وليدي وبلدي مشى صحيح وشوفوا الشهود ديالو اللي كانوا قاعدين ثلاثه وداوها وليدي طلعوا لطريق ساكا هادوك منعوا ولدي جميل. انا كنطلب الله منكم شدوا لي الحق ديال ولدي. انا راه ولدي هذاك ما عندي، خلى وليداته خلى مرته جوج بنيات ونهار سبوع ومات. انا كنطلب الله منكم شدوا لي الحق ديال ولدي. انا وليدي راني مريضه والعقليه مشات لي ملي مات ولدي، ودابا وليدي كنطلب الله منكم شدوا لي الحق ديال ولدي. السلام عليكم، انا الزوجه نتاع سالم عبد الكريم. حنا بغينا غير ناخذوا الحق نتاع الزوج ديالي، بان هذا السيد كان مزيان غادي، كان في الطوموبيل عادي. كيفاش هو مات والدراري اللي كانوا معاه ما تقاسوا ما والو. الشهود قال لك هذا السيد راه كان كيضربوا بالحجر وكيضرب بالقراعي، والدراري اللي كانوا معاه ما فيهم حتى شي حاجه. قال لك حنايا واحد الوقيته خرجنا وخلينا هو معاه، يعني السيد باش هما خرجوا السيد وقعت له شي حاجه. الطوموبيل ديالو ما فيها حتى شي حاجه، ما فيهاش حتى ماشي اثر نتاع القصيده بان هذا السيد كان دار قصيده ولا يعني الطوموبيل مزغطة ولا غير رويدة عندها بزطة والباربريت. بغينا وتا الطوموبيل ما فيهاش الدم زعما حالة نتاع قصيدة ولا ما فيها لا دم لا والو. بغينا الحق نتاعو يبان. حنا خلانا مشردين، كان مكلف بينا هز أسرة على قدها، خلا ولادو مشردين. البنية يلا عندها 36 يوم، خلانا فحالة يرثى لها. بغينا حنايا الحق نتاعو يبان. عندنا الثقة في القضاء، عندنا الثقة في الدرك الملكي. بغينا حنايا الحق نتاع هاد السيد وديالنا يبان، نتاع وليداتو اللي تمنا خلانا مشردين. هادشي ما بغينا. التشريح عطانا بأنه تضرب شي آلة حاد آلة صلبة. بغينا الحق ديالو يبان ويبينو لنا الحق ديالو، كيفاش اللي كان مشارك في هاد الجريمة يجبدوه لنا. بغينا يدخلوا لنا ويشوفوا لنا شنو كيفاش هذا الشيء ويعطينا الاسباب كيفاش. ما يمكنش السيد الناس كانوا معاه ما وقعت لهم حتى شي حاجه، كيفاش هذه القصيده تتقلبت الطوموبيل وجات على ظهرها والناس معاه ثلاثه ما تقرضوا ما حتى شي حاجه ما فيهم حتى شي حاجه، والدري مضروب في راسه ومات. والتشريح كيعطيك بان هذا السيد تضرب بشي حاجه اللي هي صعيبه. ما يمكنش غير هكاك الناس خارجين على رجليهم وهو يموت، ما يمكنش. يعني شي حاجه تما كاين يعطيونا كيفاش هذا السيد مات، يفتحوا لنا تحقيق في هذا الشيء كامل ويجبدوا لنا كاع الناس اللي كانوا مشاركين في القتل ديالو. مات 17 في شهر 5، خلى البنية يلا عندها 36 يوم. يلا غير ذبحنا لها وكنا ناويين ان شاء الله نديروا لها السبوع، سلطوا عليه ما عرفناش كي داروا لذاك السيد، خطفوه منا هو. يلا خارج انا خلى بنته يلا مكلف بينا، خلانا حنا متشردين، خلى امو كان هز امو هزنا. بقينا دابا لا اله الا الله. بغينا الحق ديالنا وحق بناته وحقه يبان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.